عشان نشغل اللاب بتاعنا، اللاب بتاعنا بتاع المادة اللي هي 20742 ايدنتيتي ويز ويندوز سيرفر 2016، الاكتيف دايركتوري في ويندوز سيرفر 2016. عندنا اللاب فيه اربع اجهزة زي ما شايفين كده في الشاشة متوفرين عندنا. لو انت عندك اشكالية في البلاتفورم اللي شغال ده وعاوز تشتغل على جهازك الشخصي، روح انشئ الاربع اجهزة ديت على جهازك، مفيش اي مشكلة عندك، اهم حاجة بس المواصفات تكون مناسبة. أربع أجهزة بأي برنامج؟ إحنا قلنا في عندنا برامج بتستخدم في إنشاء الأجهزة الوهمية، أشهرها الـ من في إم وير، الفي إم وير ورك ستيشن، بس ده بلايسنس، فإحنا خلينا في الفري. عندنا أوراكل عاملة برنامج مجاني اسمه فيرتشوال بوكس، ده ممتاز جدا، ممكن تحمله مجاني وتنشئ بيه الماشينز بتاعتك. لو أنت عندك ويندوز 10 مثلا أو 8 64 نسخة بروفيشنال، هتلاقي في عندك تول اسمها هايبر في. لو عندك البروفيشنال اديشن من الويندوز، نزل الهايبر في، هيبقى افضل كمان من الفيرتشوال بوكس، هيبقى اخف. تمام، يبقى عندك اختيارين لو انت عاوز تنشئ ماشينز عندك على الجهاز. الهايبر في لو الاديشن بتاعتك بتسمح، الشرط بتاعها تكون على الاقل بروفيشنال 64 بت، او تنزل الفيرتشوال بوكس مجاني، بصرف النظر بقى عن الاديشن بتاعتك هي بروفيشنال ولا هوم ولا ايه بالظبط، مش هتفرق في حاجه. هننشئ اربع فيرتشوال ماشين زي ما شايفين قدامنا كده، دي واحد اثنين ثلاثه اربعه، هيبقى منهم اثنين ثلاثة سيرفر وواحد كلاينت، يعني ثلاثة هيبقى عليهم ويندوز 2016 وواحد هيبقى عليه ويندوز 10. وهنا طبعا لما انشأناهم مميزين بالاسم وين 2016، وين 2016 تبقى دي سيرفرات، وين 10 يبقى ده الكلاينت او الديسك توب. تمام؟ طبعا عندنا المفترض هيكون في شبكة. خلينا نوضح الخطوات بتاعتنا. أول خطوة هننزل بعد ما نحدد مواصفات الأجهزة. طب إيه مواصفات الأجهزة في أول خطوة لما نيجي نحددها؟ قدامنا هيت على الاقل الميموري تكون 2 جيجا، الاستورج 40 جيجا، السي بي يو عندك 2 كور، حتى لو شغلت على واحد كور اهم حاجه تكون اكتر من 1 جيجا هرتز للبروسيسور. تمام، هتلاقي كل الاجهزه نفس الايه، نفس المواصفات، ممكن احنا مزودين بس ده شويه عشان نعمل عليه بعض الاوبشنز الزياده. والويندوز 10 مش محتاجين اكتر من 2 جيجا، والسيرفر الثالث برضه في جيجا زياده 3 جيجا. تمام، يبقى دي السيرفرات عندنا. لو انت عايز تعمل 2 جيجا برضه ما عندكش اي مشكله، كرام يعني، واضح. يبقى اول خطوه تنشئ الماشينز. لو احنا نشتغل على الفيرا هي جاهزه قدامنا، البلاتفورم بتاعنا نجهزه قدامنا. طيب لو احنا نشتغل في البيت نروح ننشئها بالمواصفات اللي قدامنا دي. الخطوه الثانيه هننزل نظام التشغيل، لازم يكون عندك نسخه ايزو لو انت تتكلم في البيت، يعني تحطها في الماشين وانت بتنشئها وتبدا تعمل انستليشن بتاع الويندوز. طبعا عارفين الاستاذ بتاع الويندوز سهل، نيكست نيكست، نزلنا الايه الويندوز، واضح كده. الخطوه الثالثه بقى التشبيك، الاجهزه ديت لازم تتكلم بعضها ونعمل لها اسماء مناسبه. فانا عامل لكم هنا المخطط بتاع الشبكه بتاعتي، واضح اهوت. عندنا زي ما قلنا اربع اجهزه، ثلاثة سيرفر وواحد كلاينت. بالنسبة للسيرفر هيبقى اسم الجهاز الأولاني، أي جهاز فيهم مش هيفرق معانا في حاجة، المهم تبقى أنت عارفه، اسمه لون دي سي 1. الجهاز الثاني لون سيرفر 1، الجهاز الثالث تور دي سي 1، والجهاز الأخير لون سي ال اختصار كلاينت 1. طبعا دي سي عارفين اختصار لكم لدومين كنترولر، وسيرف اختصار لسيرفر يعني. يبقى عندنا أربع أجهزة. بالنسبه لبيانات التشبيك عندنا الاي بي قدامنا اهوت 192 160 5 1 سبنت ماسك، خلي بالك ده المفروض كلاس سي، بس احنا مش شغالين كلاس فول، يعني احنا بتجد بس اربع ايبات او خمس ايبيهات، فاحنا عاملين سب نتنج 255 255 255 40 240. الجيت واي طبعا الايباد ديت انت ممكن لو انت اشتغل في البيت حط اي رينج يعجبك، مش هتفرق، المهم تكون عارفها. احنا يهمنا دايما يكون عارفين الاي بي بتاع الدي سي 1 ده، لان بعد كده هيبقى هو الدي ان اس، شايفين؟ هيبقى هو الدي ان اس بتاع بقيه الاجهزه، لان ده بالنسبه لنا الرئيسي، الدومين كنترولر الاساسي بالنسبه لنا. وهننزل عليه الدي ان اس، هيبقى هو الدي ان اس بتاع الايه؟ بتاع النتورك بتاعنا. تمام كده؟ يبقى بعد ما ننزل الويندوز الخطوه الثانيه نخش نغير الاي بي. بعد ما نغير اي بي هات الخطوه الثالثه هنروح نغير الاسم بتاع الاجهزه النيم.
طيب ليه مش الاسم الاول؟ انتوا عارفين ان تغيير الاسم بتاع الجهاز بيستدعي ايه؟ انك تعمل ريستارت، صح؟ فاحنا خلينا نغير بيها الايبات الاول، مش محتاج نعمل ريستارت. بعد كده اغير النيمز، بعد كده اتاكد ان انا عملته ده صح. ازاي اتاكد ان الاجهزه ديت الايبات اللي انا عاملها صح انها تكلم بعضها؟ طب ازاي اتاكد ان الاجهزه دي بتكلم بعضها؟ بعمل ايه؟ في تول كده بنستخدمها دايما في الشبكه عشان اتاكد ان الجهاز ده بيني وبينه اتصال. دي اسمها ايه؟ بينج. مظبوط كده، بينج. اعمل بينج اتاكد دايما ان الايه؟ ان في اتصال. بالمناسبه لو انت شغال على الديفولت كل الوقت لما نيجي نعمل بينج مش هيبقى شغال، وهنقول ايه السبب. تمام؟ مع كل حاجه صحيحه بتتكلم بعضها بس البينج هيكون متعب. خلينا نروح ننفذ الكلام ده عملي. هنروح تاني نرجع للفيرشوال ماشين. هنروح لاول واحده، انا همشي بالترتيب، اخلي الاولاني ديت لون دي سي 1. نفتح الماشينز بتاعتنا، نفتحهم كلهم اهوت. بضغط هنا واعمل كونكت. خلينا نفتكر عشان ما تلخبطش، اول ماشين اللي احنا نبدا بيها رقم كام؟ 365. فاروح عند 365، هي دي اللي هشتغل عليها اول واحده. اروح اعمل اي بي. طبعا عارفين الويندوز، يعني خلاص نزلنا الويندوز سيرفر، الشاشه بتاعت السيرفر مانجر قدامنا اهي. اول ما بنزل الويندوز سيرفر بيطلع لي الشاشه دي اوتوماتيك اول ما بشغل الجهاز. تمام؟ اروح على اللوكال سيرفر، يديني هنا بيانات السيرفر بتاعه، ادى الاسم بتاعه وادى الاي بي. هل هو له اي بي؟ قال لي لا، هو شغال اوتوماتيك. هضغط هنا، دي اسرع طريقه. طبعا ممكن اخش تحت من ايه؟ من نتورك كليك يمين، ادي اسرع طريقه اهيت. وافتح النتورك بتاعتي، اخش على البروبرتيز، اروح على الاي بي، احنا شغالين فيرجن 4، وابدا احوله من اوتوماتيك لمانيوال. اضغط هنا فتح لي القناه، ابدا اكتب الاي بي. زي ما قلنا الاي بي 192 162 5. ده كان رقم كام؟ خلينا نرجع نتاكد من الشكل. اللون دي سي 1 هو رقم 1، خلاص يبقى ده رقم 1. ده رقم 1. سبمت ماسك، عارفين هو بيتكتب تلقائي، هو عرف ان ده كلاس سي فبيكتب تلقائي. اروح على ديت اخليها 240. وهنا الديفولت جيت واي على فكره مش هتفرق معانا في حاجه. لو انت عاوز تطلع الانترنت او تاكس من بره ممكن تسيبها فاضيه، ممكن تكتبها مفيش اي مشكله. 190 168 5 10 168 5 10. الدي ان اس اتفقنا ان هو الجهاز ده هو الدي ان اس سيرفر بتاعنا بتاع النتورك. فهكتب ايه في الدي ان اس؟ اكتب نفس الاي بي بتاع الجهاز 192 168 5 1. وممكن اكتب اللوب باك اي بي، او حتى لو سبتهم برضه هي هي. واضح؟ اعمل اوكي، اعمل اوكي، اعمل كلوز. شيرنج اوكي. اروح الخطوه الثانيه اغير اسم الجهاز، بضغط اسم الجهاز واروح اعمل تشينج واقول له لون طبعا داش مش اندر سكور دي سي 1. تمام، مش هغير اي حاجه لسه هنا، واقول له اوكي. اوكي كلوز، هيطلب ريستارت، اقول له ما فيش مشكله اعمل ريستارت. انا اعمل ريستارت، اروح على الجهاز اللي بعد منه اعمل نفس الكلام. ده 67، الجهاز رقم 2 عندنا هنا كام؟ 67 فعلا. خلاص اروح على الجهاز نفس اللي انا عملته. طبعا الاي بي هات تحط زي ما انت عايز، حتى النيم سمي زي ما انت عايز، بس طبعا الاسماء تكون معبره عشان انت شغال تعرف كل جهاز فين. 168 5. نروح نشوف، هنخلي ده سيرفر 1، يبقى ده رقم الاي بي بتاعه 4، يبقى ده 4. خلينا نروح برضو ما ننساش ليه السبنت عشان يكلموا بعض. الاي بي 190 168 5 10. هنا هيبقى دي ان اس بقى مين؟ 192 168
خمسة واحد اللي احنا عملناه، مفيش الترنيت، هو بس ده اللي هو لونديسيوان اللي احنا عملناه من شويه. الخطوه الثانيه اروح اعمل ايه؟ اغير الاي بي، اغير النيم، مفيش مشكله، اغير النيم بتاع الجهاز، اقول له تشينج، وده اسمه لون سيرفون. ولازم الاسم ده مجرد اسم، هتنده عليه سميه زي ما تحب. وكالعاده هيطلب ايه؟ ريستارت، هنقول له ماشي. لما اعمل كلوز، ايوه اعمل ريستارت دلوقتي. خش على الجهاز اللي بعده، السيرفر الثالث، نفس الكلام. اعتقد العمليه سهله. في موضوع تخصيص الاي بي هات، نروح نفتكر الاي بي بتاع السيرفر الثالث كام؟ رقم 3. 3 متأكد؟ لا مش 3، احنا عندنا ده 3. يبقى في هنا، خلينا نرجع نتأكد من الماشينز الاصليه. هو اللي مدينا الارقام، ادي السيرفر الثالث النتورك ده رقم 3. يبقى الكلاينت ده احنا عندنا ده كام؟ 2. اوكي، يبقى خلينا هيبقى نعدل في الشبكه بتاعتنا. ده رقم 1 كنا عادي اهو، هنغير هنخليه رقم 2، مفيش اي مشكله. ونروح هنا، هذا السيرفر الثالث، 5 3 240 190 160 5 1 برضو. ونروح نغير النيم، وهنسميه تور بي سي 1. اوكي كلوز ريستارت. بقى عندنا الكلاينت اللي هو الويندوز 10، كليك يمين على نتورك، اختار اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، اروح على الادابتر، ادي الايثرنت، كارت الشبكه بتاعي، بروبرتيز، انترنت، 192.168.5.2، وده برضو نفس السبنت، و 192.168 اللي فتح المايك يقفله، و 10 192.168.5.1 اللي فتح المايك عنده يا ريت يقفله. ونعمل اوكي كلوز، ونروح نغير الاسم بتاع الجهاز، كليك يمين على ستارت سيستم، رينيم ذيس بي سي، وهنقول له لون داش سي ال، اختار كلاينت 1، ده اسم الايه الجهاز الجديد بتاعنا. وبرضه نعمل ريستارت. تمام كده؟ الاجهزه فتحت. نفكر الناس لما تيجي تشتغل تنزل الويندوز هيطلب منك تعمل يوزر نيم باسورد. السيرفر محتاج يكون الباسورد كومبلكس باي ديفولت. الباسورد ايه؟ لازم تثبته عشان ما تتلخبطش تنسى. طبعا دي حاجات توكل عندك ما عادش هيكسسها، فمفيش عندك اشكاليه. الباسورد يبقى بي كابيتال اي دولار ساين دولار ساين دبليو 0 ار دي. خليني اوريها لكم. نعمل تسجيل دخول، بي اي دولار ساين دولار ساين دبليو 0 ار دي، او اي باسورد برضو تعجبك، المهم ما تنساهاش، دي اهم حاجه. ادي الباسورد اهي، كلمه باسورد بس حاولناها يكون فيها كابيتال وسمول ورموز وارقام. انت عاوز تعملها اي حاجه ثانيه مفيش اي مشكله، المهم تكون عارفها عشان لو نسيتها دي يعمل لك اشكاليه كبيره جدا. ونعمل تسجيل دخول، خلاص هعمل اهو نفس الكلام، انا مثبتها في كل الاجهزه، بي اي دولار ساين دولار ساين دبليو 0 ار دي. عرفتوا بقى ليه البلاتفورم بتاعنا ده
ما ينفعش يبقى له اكسس من بره عشان اللي احنا بنعمله ده. طبعا اللي بنعمله ده مش سكيورتي وايز، يعني ده مش مفترض يكون الباسورد دي من الباسورد الشائعة والمعروفة. طبعا مفترض الباسورد بتاعتك تكون ايه؟ باسورد كلمة سرية ومحدش يقدر يعرفها يعني، وصعبة جدا يعني. ممكن تستخدم مثلا باسورد من واحد اي كابتر اسمه من واحد لستة، طبعا أسوأ من اللي احنا عاملينها دي برضه معروفة. واضح كده؟ الخطوة الثانية زي ما قلنا نتأكد إن الاتصال قائم بين الأجهزة اللي إحنا عملناها ديت، شبكة شغالة ولا مش شغالة. هنعمل إيه؟ هنروح نفتح السي إم دي أو الكوماند كوم من أي مكان أهوت، سوري، نفتح أي سيرفر تاني أو أي جهاز، نفتح الكوماند ونحاول نعمل بينج. طب إحنا في أي جهاز؟ هنقول له أي بي كونفج. احنا في الجهاز اللي هو رقم 4، فخلينا نعمل بينج على 192.168.5 على واحد مثلا، اللي هو هيبقى السيرفر بتاعنا. يعني هحاول اعمل بينج، مش هيحصل، البينج مش هيشتغل. ليه؟ مع ان كل حاجه المفترض ان احنا عاملينها سليمه، بسبب بسيط جدا، الفايروول. الفايروول شغال، فانت هتروح توقف الفايروول. خلينا نروح نوقف الفايروول. Windows firewall is on. نخش. ونقول له off. تمام؟ احنا عندنا ايه تاني؟ هل في حاجة لسه شغالة؟ خلينا نتأكد كده تاني. Private firewall. نوقف firewall كله سواء على الدومين. نروح نعمل اوكي كده. احنا عطانا الفارول هنا، مش بس ده كافي على كل الاجهزه. احنا بنروح نبنج مثلا على واحد، هنروح على واحد اهوت اللي احنا اللي هو اللي هيبقى الاولاني. اتاكد اهوت، روح السيرفر اهو دي سي 1 والاي بي 1 هيقرا دلوقتي اهوت. هنروح برده نكتب فاير وول، نفتح الفاير وول. طبعا برده الفاير وول هنا، خلينا نرجع لشاشه السيرفر. سوري، هتلاقي عندك اهوت برده الفاير وول هنا اهوت موجود ان هو اون. تضغط عليه برضه، تقدر تخش ايه تعطله من هنا، تقول له تيرن اون اور اوف، خلاص هنا او هنا as you like. خلاص ايه، وقف الفاير وول. لو انت عملت ريفريش للسيرفر هيتحول اون دي لايه؟ لاوف. تمام. طيب خلينا نروح كده نشوف البنج، نعمل البنج مره ثانيه. المره دي اداني ايه؟ واضح؟ اداني ريبلاي اهو، يبقى الاتصال شغال. يبقى اللي كان موقف الاتصال هو الايه؟ الفاير وول. فانت هتوقف الفاير وول. اللي مشغل مايك يقفله. و اوكي. ونروح على اخر سيرفر عندنا، ادي الفاير وول، هنروح نعمل له تيرن اوف. خلاص لو انا حاولت دلوقتي من اي جهاز، خلينا نروح على مثلا، خلينا نكمل هنا. عملنا بينج على واحد، احنا رقم 4 اتفقنا، خلينا نعمل بينج على 2 اهوت جابري بلاي، وبينج على 3، دول الاربع اجهزه اهو في اتصال بينهم. طبعا لو حاولت البنج من اي جهاز لاي جهاز تاني خلاص كده هتلاقي ان شاء الله شغال. تمام كده. خلينا نشوف في حد. انا سجلت المحاضره عشان نرجع لها. الخطوات انا عدتها 4 ماشينز. تمام. الخطوة اللي بعد كده، احنا عندنا دومين محتاجين اكتيف دايركتوري. ففين هيبقى الاكتيف دايركتوري؟ الدومين الرئيس بتاعنا اللي هو اللون دي سي 1. هنروح ننزل عليه
الاكتيف دايركتوري. ازاي انزل خدمه الاكتيف دايركتوري؟ هنروح على الداشبورد كده عشان واقفين على الشاشه الرئيسيه. ممكن اروح عندي على اد رول اند فيتشرز، او اروح من مانج على اد رول اند فيتشرز اللي عجبك يعني. طبعا دي معموله للكويك عشان تفتح بسرعه، فطبعا دي الافضل. دي مقدمه ممكن تعملها سكيب تظهر بعد كده. نيكست. احنا محتاجين اللي احنا ننزله سواء رول او فيتشر على الجهاز اللي احنا فيه ده، تمام؟ ولا ممكن نشتغل على ريموت انستليشن عن بعد على جهاز تاني. احنا على نفس الجهاز ده نوع التثبيت اللي احنا نشتغل بيه. يا ترى ممكن تعتمد على هتنزل اي من هنا متصل بالسيرفر ده؟ لو انت عامل جوين لاكتر من جهاز يطلع لك هنا في الليسته في الدومين. احنا ما عندناش لسه، ما بدناش اصلا اول دومين عندنا، فده اول دومين بالنسبه لنا. فيطلع بس الجهاز اللي انت واقف عليه انت شغال من خلاله. هتلاقي الاسم اللي فوق هو اللي احنا محتاجينه تحت اهو. دايما نركز ان متاكد ان ده الديستنيشن ده اللي هتنزل عليه الخدمه اللي انت عاوز تعملها دلوقتي. هو اللي موجود عندنا، وادي الاي بي بتاعه قرا بيانات وعرف ان هو على ويندوز سيرفر 2016. خلاص نتاكد ان احنا مختارين الجهاز ده ونقول له نيكست. يجي هنا بقى دي الخدمات اللي احنا ممكن او الرولز اللي ممكن ننزلها على جهاز. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين الاكتيف دايركتوري. طب الاكتيف دايركتوري زي ما احنا عارفين في اكتر من خدمه، في خمس خدمات. ADCS Certificate Service، ADDS Domain Service، والFederation Service، والLightweight Directory Service، والRight Management Service. احنا شغالين على اول حاجه لسه الدومين، لسه بنعمل دومين، فبنختار الاكتيف دايركتوري. هو اوتوماتيك بيجيب لك ايه الفيتشرز اللي يحتاجها عشان يشغل الرول اللي انت الاكتيف دايركتوري. هو هينزل الحاجات دي كلها. خلاص اوكي انا موافق. تعمل نكست. هتلاقي الفيتشرز اللي هو احتاجها محدده هنا اهي، تجيب لك بيها رساله. عاوز تنزل حاجه اضافيه مفيش عندك اي مشكله. تمام. نيكست. بيتكلمنا عن الاجر، احنا مش محتاجين اي حاجه من الاجر هنا تحت. هنعمل نيكست. انت متاكد انت عاوز تاكد تنزل الرول دي؟ لو تلغي حاجه عاوز تخليها بعد ما تعمل ريستارت خلاص مفيش اي مشكله عندنا. ممكن اقول له هنا اعمل تشيك بعد ما يخلص يعمل ريستارت، لو هو محتاج يعمل ريستارت من غير ما يسالني. لو انا هسيب الجهاز ده واروح في مكان تاني فيفضلش واقف مستني مني رد يعني. لا احنا مش هنعمل الكلام ده، هنقول له انستول وننتظر لحد ما ينتهي من الايه؟ من التحميل. طيب هل انا كده خلصت الدومين بتاعي؟ لا. عشان انزل دومين على جهاز السيرفر بتاعي عشان يبقى دومين كنترول محتاج خطوتين. الخطوه اللي احنا عملناها دلوقتي اللي انت بتنزل الفيتشر بتاعتك. الخطوه الثانيه انك بترقي السيرفر ده بقى. ده كان سيرفر عادي عليه مجرد نظام تشغيل، عاوزين نرقيه نخليه دومين كنترولر. فالخطوه الثانيه اسمها بروموشن، ان انا اروح ارقي السيرفر ده واحوله من سيرفر عادي كده او ممبر سيرفر، ولو عندي دومين والسيرفر ده جويند للدومين، ان انا اخليه ايه؟ دومين كنترولر، اديله درجه زياده، يبقى متحكم في احد متحكمات النطاق اللي عندي في الشبكه بتاعتي. في فيتشر كويسه اقدر اقفل الشاشه ديت ويفضل الانستليشن شغال، ما عنديش اي مشكله اهو. ده الكلوز ده بقى نشط، تقدر تعمل كلوز. طب هل هو كده قفل؟ لا. لو احنا رجعنا للسيرفر مانجر هتلاقي الفلاج اللي فوق ده بتاع النوتيفيكيشنز، لو ضغطت عليه هيجيب لك اللي بيشغل دلوقتي اهو، الانستليشن شغال. هو اوتوماتيك دلوقتي ايه؟ جاب لك ان هو دن. لو انت صبرت عليه شويه وعملت ريفريش اوتوماتيك هيجيب لك يقول لك انت الخطوه الاولانيه من الانستليشن، باقي لك الخطوه الثانيه. شايفين الدنيا اتغيرت؟ بقى عندك علامة تعجب، يعني مطلوب منك اكشن. لو ضغطنا هنا هتلاقي الخطوة الأولانية انتهت خلاص سكسيدد. الخطوة الثانية هي بيقول لك بوست ديبلويمنت كونفجريشن، أنت عملت ديبلويمنت محتاج تعمل إعدادات بعد ما اللي أنت عملته دلوقتي، اللي هو بيسميه تحت إيه؟ بروموت ذيس سيرفر تو، عايزين نرقيه بقى بدل ما سيرفر عايزين نرقيه درجة زي بقى دي سي أو دومين كنترول. تمام؟ نضغط عليها هيجيب لي الويزرد اللي قدامنا ده، برضه مجموعة شاشات، دايما التارجت سيرفر او الديستنيشن سيرفر قدامي اللي انا اللي هو اللي انا هنزل عليه الاعدادات دي. يبدا يديني خيارات. اول خيار اد ا دومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين، اد نيو دومين تو اكزيستنج فورست، اد نيو فورست. ايه الفرق بين الثلاثه؟ لو انا عندي دومين موجود قبل كده، الدومين ممكن يتحكم فيه اكتر من دومين كنترولر. فانا عندي دي سي 1 عاوز اعمل دي سي 2، مش اي مشكله دي سي دي. هي ده الاختيار الاولاني، يبقى اد دي سي دومين كنترول تو ان اكزيستنج دومين. يبقى انا عندي دومين اسمه adatum.com هنشئه، ولو دي سي 1 عاوز اعمل له دي سي 2
عشان مثلا البرفورمانس بتاعي، يبقى الاختيار الاولاني. طيب لو انا عاوز ابدا اول دومين، انا ما عنديش لسه اي حاجه، بختار الاختيار الاخير الثالث اللي هو نيو فورست، فورست جديده. اتفقنا اول ما بنشئ دومين اول مره بينشئ لي فورست. فورست دي حاجه لوجيكال كده بتتنشأ حوالين زي السور حوالين الايه المؤسسه بتاعتك. طيب الاختيار الثاني اد نيو دومين تو ان اكزيستنج فورست. انت عندك اساسا فورست قبل كده انشاتها، عندك دومين انشاته قبل كده وبالتالي عندك فورست. طب عاوزين نعمل دومين جديد، احنا كان عندنا adatum.com، عاوزين نعمل مثلا fabric.com، يبقى الاختيار الثاني. فشوف هنا قال لك ايه، غير الاختيارات. يا ترى انت عاوز تري دومين ولا تشايلد دومين؟ تري دومين يبقى ده الروت اللي انت هتنشئه، هيقول لك اسم الفورست ايه واسم الدومين ايه. طب لو عايز تشايلد دومين، طيب مين البيرنت بتاعه؟ يبقى انا عندي مثلا دومين اسمه adatum.com، هروح اقول له اعمل لي تشايلد دومين، يقول لي انت هسميه تري سيرش او سير ريسيرش دوت كوم دوت adatum.com. يبقى اكتب فوق هنا الدومين الاولاني اللي هو adatum.com واختاره طبعا، مش هكتبه، وتحت هنا اسم الدومين الجديد اللي هو ريسيرش. يبقى الدومين بتاعي هيبقى بعد كده اسمه ايه؟ research.adatum.com. يبقى ده تشايلد اهوت، ده جوه التري. او انا هعمل واحد جديد، طيب هدي له اسم الفورست بتاعتي اسمها adatum.com، بيبقى باسم اول دومين، ثم اسم الدومين الجديد بتاعي اللي هو fabric.com. يبقى كده عملت تري جديده داخل نفس الدومين. يبقى احنا اختيارنا الاولاني ده ايه؟ ما فيش عندنا اختيار غير الاختيار الاخير هو المناسب بالنسبه لنا، ان ده اول دومين عندنا، فبالتالي انا بقول له اعمل لي فورست جديده. فبيقول لي هنا بقى الاسم ايه؟ الروت دومين. يبقى اول دومين بنشئه في الفورست بيبقى مميز عن باقي الدومينز اللي هنشئها، اسمه روت دومين. وهنقول ليه مميز ده؟ بسبب بعض الخصائص. وهنسميه مثلا adatum.com. كده لو سمول مش هيفرق معانا في حاجه. تمام؟ adatum.com ده اسم الدومين اللي نشتغل عليه. طبعا مفترض ان احنا نوحد الدومين عشان مش كل واحد يبقى شغال بحاجه مختلفه. واعمل نكست، مفيش عندي اختيارات ثانيه هنا. اعمل نكست. هيبدا يسالني يا ترى انت عايز الفانكشن ليفل والدومين الفورست فانكشن ليفل والدومين فانكشن ليفل. ده بيفرق معايا لو انا عندي سيرفر دومينز قبل كده موجوده مثلا، ومثلا شغاله بويندوز اقل من انا شغال بيه، ويندوز 2012 او 2008، فحد ده يبقى هنا لو فتحت هنا اقول له الفورست فانكشن ليفل ده اعلى ليفل في الفورست كلها، هيبقى مثلا 2012 ار2، يبقى ده اعلى ليفل، ما ينفعش حد يعدي الليفل ده. فاحنا خلينا زي ما احنا تكنيكال احنا شغالين 2016 عشان نعرف في حاجه. يجي هنا بقى الاختيارات اللي تحت هنا، عندي هنا ثلاث اختيارات بس ما فيش حاجه فيهم نشطه غير الاختيار الاولاني بس. الاولاني بيقول لي ايه؟ انت عاوز تنزل على الدومين كنترول ده كمان دي ان اس دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفر، عاوز تنزل الخدمه بتاع دي ان اس ولا لا؟ طب هنزلها ولا لا؟ احنا واحنا بنجهز الاي بي ات قلنا الجهاز ده اللي هو الدومين كنترولر الرئيسي هيبقى دي ان اس لبيت الاجهزه، يبقى احنا محتاجين الدي ان اس. طب لو انا عندي دي ان اس قبل كده موجود في الشبكه يبقى الغي التشيك ده ومش هحتاج عليه دي ان اس، واحط الاي بي بتاع الجهاز الدي ان اس سيرفر موجود في الشبكه في النيتوركينج الاي بيهات بتاعت الاجهزه. تمام؟ تاني اختيار عندنا جلوبال كاتالوج، بقدرش اختاره، بضغط ما بيحصلش حاجه. فلازم يكون عندك جلوبال كاتالوج في الروت دومين كنترولر. الاختيار الاخير اللي هو الريد اونلي دومين كنترولر، طبعا ده اول دومين ما ينفعش يكون ريد اونلي، فمش مديك اوبشن اساسا في الاثنين دول. واضح؟ بعد كده يطلب مني باسورد، الباسورد ديت عشان لو انا حبيت اعمل ريستور حصل عندي اي مشكله وعايز اعمل ريستور للدومين سيرفيس. فهنعمل باسورد، نفس الباسورد طبعا مش لازم تكون نفسها. وورد باسورد انسج وهعمل نكست. ما عنديش اختيار لان قلت له هو نفس هيبقى هو الدي سي ده هو الدومين الدي ان اس برضه سيرفر بتاعي، فما عنديش اي تفويض لصلاحيات الدي ان اس. نكست. النت بايوس نيم ده خاص بيه لو انت عندك اجهزه قديمه على الشبكه كانت بتتعامل زمان مع حاجه اسمها النت بايوس، فهو انت مش هتكتبه، هو اوتوماتيك هيروح يقرا الدومين اللي انت كتبته وياخد منه لحد الدوت. يعني انت كتبت فابريك دوت كوم هياخد فابريك كذا مش دوت، بس هو اللينس بتاعه اقصى لينس عنده 14 خانه، فلو انت كاتب الاسم طويل قوي هو يعد 14 حرف ويقف بقى، وصل لدوت ما وصلش لدوت خلاص، يبقى اما يوصل لدوت قبل 14 يقف، او لو وصل ل 14 هيقف. تمام؟ نكست.
بعد كده هيقول لي المسار، هيجيب لي الشاشه بتاعت المسار بتاع حفظ الداتابيز واللوج فايل والسيسفول فولدر اللي بيعمل شير في الريبليكيشن بعد كده هنتعرف عليه، احفظها فين؟ مولتي لوكيشن، حاول ما تعدلش فيه يعني، سيبه زي ما هو الا اذا كان عندك مشكله مثلا في السبيس على السي وعاوز تغير المكان. نيكست. خلاص احنا كده خلصنا، فبيديك ريفيو عن كل الاوبشنز اللي انت حددتها. في عندنا حاجه كويسه جدا اسمها فيو سكريبت. ايه السكريبت ده؟ هو هيحول لك اللي انت عملته ده كله الى اوامر، حاجه اسمها الباور شيل سكريبت. تقدر تاخد السكريبت ده اهو اللي احنا عملناه دلوقتي، ده الامر بتاع كوماند، تقدر تاخده وتحطه بعد كده اوتوماتيك على اي جهاز بدل وزرد شاشه شاشه شاشه، تفتح الباور شيل وتحط الكوماند ده وتعمل انتر يتنفذ مباشره من غير ما تمشي مع شاشات اللي احنا شفناها من شويه. تمام؟ لو انت مثلا عاوز تغير الدومين، مجرد ان اهوت اسم الدومين اهوت، تقدر تخش تغيره، ادي البايس، ادي المسار بتاع الحفظ. تمام؟ تقدر تاخد الملف ده وتعمله سيف عندك لو انت هتحتاجه بعد كده. خلاص احنا مش محتاجين حاجه، نعمل نيكست. هيروح يتحقق ان مفيش اي مشاكل في الجهاز، كل الامور تمام. لو اداك هنا صح يبقى تقدر تخش على الخطوه الاخيره اللي هي انستليشن. لو في اي تعارض هيقول لك لا في مشكله حلها قبل ما تكمل الانستليشن. خلاص هو الدنيا فوق هنا. اي ورنينج ما تشغلش بالك بيه. في اسرع حاجه، حاجات خاصه بالالجوريزمات بتاع التشفير مع الانظمه التشغيل القديمه وحاجات زي كده. خلاص احنا دام هنا اول باست سكسسفولي، كليك انستول وتسيبه لحد ما ايه ما يخلص. بعد ما يخلص طبعا هيعمل ريستارت. ايه اللي يحصل بعد ما يعمل ريستارت؟ احنا كنا شغالين بالاكونت اسمه ادمنستريتور لو تتذكروا اهوت، وده لوكال ادمنستريتور، ده هينضم للدومين، هيبقى الاكونت ده من ضمن الدومين بتاعنا، يحصل له بروموشن ترقيه، بعد كده يبقى اكونت ادمنستريتور ات اي دي تام دوت كوم الدومين بتاعنا، وينتمي لل بما ان ده الروت دومين للانتربرايز ادمنز جروب. واضح؟ خلينا نروح على الريكوردينج. حد عنده اي اسئله؟ طبعا اتفضل. هنطبق الحين وتنتظرنا ولا نطبق بعدين يخلص الكلاس؟ انا مش هنطبق لما تشوف اللي انا كده خلصت اهوت. بالنسبه للاكتيف دايركتوري دلوقتي المطلوب منك ايه؟ خلينا كده نوقف نسوي سيت اب للاي بيز.